السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد من قناة محمد. اليوم أصدقائي راح نقدم لكم طريقة تهكير ببجي، طبعا طريقة جديدة ومحدة نزل قبل هاي الطريقة. أول شيء راح نفوت على متجر جوجل بلاي. طبعا الشرح اليوم راح يكون طويل وبلا مونتاج، اليوم ما راح أعمل مونتاج أبدا على الفيديو، راح هيك ينزل مثل ما هو. طبعا أول شيء نكتب VMOS فيموس، مثل ما انكم شايفين فيموس. نفتح فيموس فيرتوال روت اندرويد اون اندرويد دوبل سيستم. اول شيء بنعمل انستل. طبعا انا منزل النسخة الصينية من هذا التطبيق، منزل النسخة الصينية. طبعا فيك تنزلوا هذه النسخة العادية، نفس الشيء ما بيفرق شيء. اول شيء اصدقائي راح نحتاج لتطبيق جيم جاردن. طبعا انا عندي جيم جاردن العراقي، التعديل العراقي. راح نحتاج لعبة ببجي. طيب كيف نحط ببجي بهذا المحاكي؟ طريقة كتير سهلة. أول شي بنفتح المحاكي، انتظر شوي يفتح. طبعا راح يطلع لنا بهذا الواجهة، ننتظر شوي حتى كان فتح. طبعا أصدقائي هذا البرنامج بيعطي روت بدون روت، يعني فيك تفتح أي برنامج بدك بيشتغل بروت بدون روت على هذا البرنامج. طبعا أصدقائي هون راح نحط هون لعبة ببجي. طيب كيف نحط لعبة ببجي بهذا المحاكي؟ أول شي راح يكون هون في إشارة لهذا الملف، بيكون في إشارة تانية ما بعرف. نكبس هذا الملف، نكبس عليه إشارة ملف، يعني مو ملف، هو إشارة ملف. نختار أبيكي تبع ببجي. أبيكي أول شي ما ناخد الجيم جاردن حطه، كمان نكبس عليه هون، هون ببجي نكبس عليه ثلاثة. بعدين تكبس هاي الإشارة الزرقاء. طبعا أنا عامل من زمان تكبس الإشارة الزرقاء. أيوة طبعا انتظر شوي حتى هون بيطلع لك إشارة، بس يطلع لك هاي الإشارة المكتوب ببجي موبايل، اكبس عليها، اكبس هون على الببجي موبايل هون. كمان نفس الشيء يطلع لك إشارة على هذا، كمان بترجع تكبس على هذا. بتثبت نانت البرنامج لكم مثل ما انكم شايفين هون، تثبت انا تثبت الببجي موبايل وتثبت الجيم جاردن. ببجي موبايل طبعا هي متثبته وجيم جاردن متثبته، ما في داعي نرجع نثبته من جديد. طبعا هلا بنتقل لطريقه نحط او بي بالفيموس. رح نروح هون على الذاكره الداخليه، هون نقص هاي اول خيار. نروح على اندرويد، شوفوا مثل ما انتم شايفين اندرويد، بعدين او بي بي، بعدين تنسنت دوت اي جي، بعدين ننقل هذا الملف. طبعا هذا الملف مش هذا الملف، ما له علاقه بالموضوع ابدا. ننقل هذا الملف، يعني بنكبس عليه هون، بنكبس هاي الاشاره الزرقاء كمان حطه. طبعا انا منزله من زمان ما في داعي. بعدين راح ن هاي خلص مش حال مش حال. طبعا شو راح نعمل؟ راح ننزل كمان روت اكسبلورر، راح اترك طبعا جميع الروابط في الوصف. لحظة بس، طبعا الطريقة كتير سهلة بدون باند ومسؤوليتي انا. خلينا نشوف هون روت اكسبلورر، نثبت التثبيت، نطلع هذا الملف، اشارة الملف. ننزل لتحت على الروت اكسبلورر، روت اكسبلورر هون روت اكسبلورر، بتبص عليه كمان اشارة زرقاء. مثل ببجي، يعني مثل ببجي وجيم جاردن. هلا مش هنشرحناها. بعدين بنروح على روت اكسبلورر، بعدين بتروح على لحظة، عفوا لحظة بس. طبعا راح يطلع لكم بهذه الطريقه هيك، هون اس دي كارد وهون روت. طبعا راح نحتاج الروت اكيد وراح نحتاج الاس دي كارد. طيب اصدقائي شو هون بنعمل؟ مثلا هون هاي الاو بي بي هون محفوظ، الاو بي بي محفوظ، هون الاو بي بي بيكون هون محفوظ. الاو بي بي بتعمل له بتكبس عليه كبسه مطوله، بتنقله بتعمل هيك، بتكبس كبسه مطوله، بتكبس قص. طبعا مو هذا هو بس مثال، يعني ما نروح على اندرويد، بعدين على الاو بي بي،
معناها تنسنت جيمز، اذا ما كان موجود هذا الملف اصنع ملف، يعني اصنع ملف نفس الاسم. بنكبس هون، بعدين بنعمل لصق، نعمل لصق. طبعا اصدقائي هيك بيكون اشتغلت الببجي، كون اشتغلت ببجي اشتغلت بشكل نظامي. راح انطر شوي مثلا حتى كان تتحمل ال 11 ميجا بايت الداتا، بعدين بتفتح اللعبة عندنا بشكل طبيعي. طيب ماشي، هون ننتقل لطريقة التهكير، كيف نهكر لعبة ببجي. يعني هون أهم شي كل هالشرح، أول شي راح نحتاج ل جيم جاردن، هذا جيم جاردن ولعبة ببجي وروت اكسبلورر. راح نحتاج هدول الثلاثة، هدول الثلاثة راح نحتاجهم. حط هدول هون، ها ماشي، هدول ماشي بس ترتيب، يعني مشان ترتيب. طيب هاي روت اكسبلورر، اول شي راح نفوت لا نجيب هوست، طبعا راح نحتاج هوست. طبعا هاي الطريقة بتشغل ببجي بدون دي ان اس، من دون في بي ان للدول المحظورة مثل سوريا والاردن والهند وما بعرف اي دول، ما بعرف كم الهند اصلا. اول شي راح نجيب هوست. من وين بنجيب الهوست؟ اي هوست مثلا لمنع الباند، اي هوست لمنع الباند. ندخل، انا ما عندي مثلا هوست اس دي كارد، هون مكتوب هوستس، بيكون مثلا اسم، اسم الهوست غير مثلا هاي اي ان جي دوت تي اكس تي، بتشيل هذا الاسم بتعمل له هون، بتكبس الثلاث نقاط اللي فوق، بتعمل رينيم، بعدين تحطه تسميه هيك اتش او اس تي اس هوستس، مثل ما انكم شايفين بهالطريقة هاي هوستس، هالطريقة هاي، بعدين بتعمل اوكي حفظ. طيب ماشي، هاي هوست شو بنعمل فيها؟ نعمل نسخ، بنروح على الروت، بنروح على الروت، بنروح ع ندور ع ملف اسمه سيستم. طبعا اذا عندك روت ما في داعي اصلا تنزل هذا البرنامج، بس اذا ما عندك روت هاي بدك تحتاج للبرنامج اجباري. بنروح على سيستم، بنروح ع اي تي سي، بندور هون اذا في ملف لك، وانا هاي ملف هوستس، نعمل له لصق. طبعا انا عامل له لصق، بس تعمل له يس ويكون مش الحال، وهيك بتكون الببجي، تكون الببجي اشتغلت في الدول المحظورة بدون دي ان اس او في بي ان، وعلى مسؤوليتي انا كمان، انا بسوريا طبعا وشغال عندي اللعبة من دون في بي ان، هاي ما عندي في بي ان وما عندي اي شيء، ما عندي في بي ان ولا شيء. طيب شو بنعمل هون؟ هون شو بنعمل؟ بنفوت على جيم جاردن، عراق مكتوب عراق، يعني اي جيم جاردن مش حلو. طبعا انا بس عندي النسخة هاي العراقية، وفي نسخة كتير كتير، طبعا هاي النسخة العراقية، وفي كمان سكريبت، اي سكريبت بيشتغل من دون اي باند، وعلى مسؤولية الخاصة كمان. بنفوت على لعبة ببجي، مثل ما انكم شايفين اشتغلت اللعبة. بفوت على هذا اشارة الجيم جاردن، بس يفوت على اللعبة، لحظة نشوف اذا بتشتغل. ننتظر شوي، طبعا مثل ما كنت شايف اشتغلت اللعبة، ننتظر شوي حتى كان checking for update. طبعا في طريقة تانية لإزالة اللاج من لعبة ببجي من دون أي مشاكل، طبعا أكيد راح بس تنزل على المحاكي راح يصير في شوية لاج باللعبة. طبعا بنصحك إنك تحطه على حسابك التجريبي او حسابك الاساسي، بس بنصح بالتجريبي، لانه اذا ما عملت خطوات بشكل صحيح يروح الحساب التجريبي احسن ما يروح حساب الاساسي. مثل ما انكم شايفين هذا حسابي هون، بنفعل مثلا اي سكريبت، راح فعل انا سكريبت هتلر، شوف سكريبت هتلر، وراح شوف راح اعمل دليل هنا ليش شغال. اول شيء راح نروح نعمل ماتش تنشوف اذا اشتغل هك. طبعا انا فاتح اللعبة عندي في سوريا من دون في بي ان ولا دي ان اس، هي اهم نقطة راح اوضحها. طبعا هذا الفيديو كمان بدون مونتاج ابدا. طيب ماشي، هون فتنا على اللعبة وتشتغل بدون اي مشاكل ولا شيء.
طيب ماشي، اسف على الضجة طبعا. فوت هون نشوف مثلا هي مثلا ميزات خارقة مثلا قفزة عالية او لا، او محضر شوف شي تاني. سرعة بدون تقطيع مثلا او انبوت ثبات، ثبات 100% ثبات 100%. هلا بنشوف السلاح اذا صار ثابت، خمس نقط فيهم لاري تمام. في اي لاج طبعا لانه انا مسرعة طبعا رح يصير الطريق ان شاء الله. طبعا انا بلعب سولو، في تلعب سولو، في تلعب سكواد، في تلعب اي شيء، في تلعب مع رفقاتك يعني اللعبة يعني ما لانه مخصصة مثلا لفئة معينة. طبعا اللعبة العالمية مثل ما شايفين، اللعبة العالمية ببجي العالمية الاصلية يعني مو الكورية الاصلية. طبعا كمان نفس الطريقة بتشتغل على الكورية، بتشتغل على اليابانية والتايوانية واي طبعا. هذا طبعا مهم، هذا هاي ملاحظة انه على الاجهزة القوية شوي تشتغل، وعلى الضعيفة الوسط يعني تشتغل، بس على الضعيفة ما تشتغل في ببجي. يا دوب عم تشتغل ببجي ما تفكر فيها يعني، مستحيل هاي شغلة صار كثير. طبعا انا عندي معي شغلة تشتغل طريقة، بس طبعا لاج من التصوير مو من اللعبة ابدا. قفزة عالية نشوف نحط اي شيء. ميزات الهاك، قفزة عالية بدون دمج، وفي كون عندك كتير خيارات انبوت. اول شي انتظر شوي حتى كان خلص سكريبت الشغل. بس اكيد المحاكي راح تختلف عن العادي. طبعا انا كل معي بوتات، راح احكي بالايد، ما راح تجيب معي ابدا. كلين بالايد مثل ما بشوفه. القفزة عالية الهك اشتغل، بعد القفزة العالية اشتغلت معها. نشوف مثلا هاي السكيب اشتغل تاني تبع الانبوت. طبعا كلنا شايف شغال اللعبة مع احلاها، بس هون اكيد راح ينقص دم. طبعا اصدقائي هذا راح يكون درسنا اليوم. طبعا تفعيل اللايك والاعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس. وشكرا لكم على المشاهدة، ومع السلامة.